يسلم معلم. فتون، فتون حبيبتي وصلنا، يلا انزلي. شو انتي منيحة؟ منيحة بس شربت شوي. بطلب من موكلة فتون دينج وبسبب الصعوبة في التفاهم مع الشريك، نطالب بإنهاء الزواج الشرعي بينهما سيدي القاضي. رح عد للثلاثة ورح تطلعي فيني لأنه أنت كمان بتحبيني. واحد، اثنين، ثلاثة. يلا خلينا نهرب من هون وننهي هالكابوس فتون. تعالي يلا خلينا نهرب من هون وننهي هالكابوس بقى. طلب الطلاق الذي تقدمتم به إلى محكمتنا بالاتفاق السيد جان تيكين والسيدة فتون دينج، هل لازلت مصممة على الطلاق؟ ايه سيدي القاضي. وانت يا ابني، هل صحيح انك تعاني من صعوبة بالتفاهم مع زوجتك؟ مظبوط سيدي القاضي. هل أنت مصمم على الطلاق؟ أي سيدي مصمم. نتيجة لجوابكم الحكم. اكتبي يا بنتي، بعد تقديم كل من فتون وجان تيكين طلب انفصالهما بشكل خطي إلى محكمتنا، وبعد الاستماع إلى أقوال الطرفين ونتيجة لذلك حكمنا بالطلاق لكليهما. طلعها بسرعة. فتون ردي علي مشان الله. مشان وقف. ردي فتون. رح اطلع بلكي بتصحصح. فتون حبيبتي ردي علي. فتون. الحمد لله فتحت عيونها. خوفتيني عليك جان. ايه انتي منيحة. انت ليش حاملني هيك؟ ما عم بفهم. دختي ممكن تنزلني اذا بتريد. طيب انزلي. تعي يلا. على مالك على مالك. تعي حبيبتي سندي علي. تمام شيلوا لي هالشنطه. ضايقتني. اعطيني عنك. صرتي احسن؟ اكيد رح صير احسن بس نطلع من هون. طيب فيكي تمشي مع هيك؟ يلا نحن طالعين. معلمي لازم روح معهم. جان لحظة. حبيبتي ها؟ انا رح اجيب تاكسي وبجي ما بطول. ايه يلا بسرعة شوي عماد. تاكسي. حبيبتي حاسة حالك منيحة؟ ايه منيحة بس خديني من هون لو سمحتي. طيب رح اخدك. ليكي فتون اذا بتريدي خلينا نحكي شوي. ليزا
فتون لو سمحتي. جان لو سمحت. ها يلا فتون نحن لازم نحكي. اطلعي حبيبتي. فتون يلا جان يلا. ألو فتون شو صار؟ ما خلتيني إيجي معك على المحكمة، كتير انشغل بالي عليك. شو صار؟ شو بده يصير؟ طلقنا وهلأ راجعين على البيت أنا وليزا وعماد. طيب بتحبي إيجي لعندك؟ لو سمحت. حابة ضل حالي شوي مراد. بشوفك. بلا حكيت الفاضي هلأ، مستحيل أتركك تضلي لحالك. أنا جاية معك، رح نام عندك الليلة. لازم يضل معكم رجال، انتو ما بتنتركوا لحالكم. شو دخلك انت؟ كم يوم صار لي عندكم ليزا؟ بدي ريح راسي شوي، يعني ما في مجال؟ لك خلصنا بقى بلا حكي فاضي. شو بدك تروحي تعملي لحالك بالبيت؟ هلأ من شوي دختي وقعتي من طولك، ما رح اتركك لحالك مستحيل. ليزا اللي سنين عايشة بهداك البيت لحالي وما صار لي شي، نزل ضغطي شوي مو أكتر من هيك، ما تبالغي. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.